السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إسلام همام من قناة ستيودنت نايت. طيب النهاردة هنشرح تطبيق على الجافا، تطبيق برنامج بيحسب الفاكتوريال، تمام؟ الفاكتوريال بتاع أي رقم المضروب يعني، تمام؟ طيب احنا دخلنا على المين بتاع الجافا، وبعد كده استقبلنا من المستخدم انتجر اسمه فاكت عن طريق السكانر، عرفنا سكانر اسمه انبوت واستقبلنا فيه الفاكت اهو، فاكت ايكوال انبوت دوت نكست انت. وبعدين بعد ما استقبلنا الفاكت هنعمل ايه بقى عشان نعرف نجيب الفاكتوريال بتاعه؟ اول حاجه ما ينفعش نجيب فاكتوريال لزيرو، ولا ينفع نجيب فاكتوريال لنيجاتيف نمبر او رقم سالب، فلازم الرقم يكون موجب. فانا هقوم اختبرها، هقول له هل الرقم اصغر من الزيرو؟ لو اصغر من الزيرو يعني صفر يعني سالب، يبقى كده ما مش هجيبه، مش هينفع. فاما يقول له ايه انتر بوزيتيف نمبر اونلي. طيب لو طبعا اكتب زيرو ايكوال زيرو برضه ما ينفعش، لكن لو الرقم else يبقى ايه؟ يبقى ولا اصغر من الصفر ولا بيساوي، يبقى اكبر يعني positive number. في الحاله دي اعمل ايه؟ اقوم معرف انتجر اسمه i في قلب الفور لوب، واقوم قايل انت i equal fact بيساوي الفاكت الرقم اللي اليوزر دخله، واقوم قايل i اكبر من الزيرو وال i minus minus. يعني لو اليوزر دخل فاكت 5 فانا اقوم قايل i بيساوي الخمسه، الاي اصغر من الصفر والاي ماينس ماينس يعني من 5 لغايه صفر، يبقى 5 و4 و3 و2 و1. طيب لو انا قلت الفاكت وبعد كده اقوم نازل اقوم قايل الفاكت بيكوال الفاكت في الاي، يعني الفاكت اللي هو نازل اللي هو داخله 5 بيساوي كام الفاكت نفسه في الاي؟ طب الاي دي بكام؟ الاي هنا اهي 5، الاي بتساوي 5 والاي اكبر من الزيرو، ايوه الاي ماينس ماينس، يبقى الاي بتساوي 5. يبقى الفاكتوريال بتاع 5 هيساوي كام؟ بناء على الطريقة ديت هيساوي 5 في 5 في 4 في 3 في 2 1، يعني 5 متربة في نفسها مرتين. طب ليه ما ينفعش؟ الفاكتوريال لازم اضرب الرقم في الارقام اللي اصغر منه، ما ينفعش اضرب الرقم في نفسه بعد كده في الارقام اللي اصغر منه، بس هنا مضطر كده كده هيجيب لي 5 تاني، الاي بي ايكوال 5. ما ينفعش هنا اكتب له الاي اصغر من الفاكت، لازم اكتب له الاي ايكوال حاجة، فهنا لازم هيجيب الايكوال الخمسة. فاقوم اعمل ايه بقى؟ اقوم اعمل الحتة الجميلة دي. الحته دي بتقول ايه؟ بتقول if i equal equal fact equal equal دي بتاع ال comparison يعني بيقارن، لو ال i بتساوي الفاكتوريال اللي هو اليوزر دخله 5 تعمل ايه؟ تعمل له continue. يعني ايه continue؟ يعني قوم جاي من الخطوه دي وقوم راجع تاني على الفور، ما تكملش اللي بعدها. فهو جه في الخطوه دي لقى ال i اليوزر دخله 5 فقال ال i equal equal 5، قال له اه انا عامل continue، قام راجع اهو فال i بقت ماينس ماينس بقت 4، قال ال i equal equal fact اللي هو بخمسه، قال لك لا لانها بقت الاي بقت بكام؟ باربعه، قام منزلها بقى. فهنا الفاكت بيساوي كام؟ الفاكت ايكوال الفاكت في اي، فيضرب بخمسه في اربعه في ثلاثه في اثنين في واحد وهيساوي الفاكتوريال صح، تمام؟ لو عايزين نجرب هنتك اهو، شغلنا البرنامج بيحمل، قال لي انتر بوزيتيف نمبر تو جيت ايه؟ فاكتوريال، هضرب الثلاثه، الفاكتوريال بتاع الثلاثه هو سته، قال لي الفاكتوريال از سته، تمام. يبقى احنا كده خلصنا الفاكتور.